لا امن ولا امان ولا استقرار. الكهرباء كل شهرين ثلاثه شايفيننا باركين كلياتنا. ايش المواطن قال؟ ما قال شيء. يلا غلوا له هي الليره الثانيه، كانت 85 قرش اليوم صارت باربع ليرات. اللي كان العداد 700 ليره اليوم عم بيعملوا 800 ليره. حرام الشعب كلياته اذا ضلينا هيك هالحاله هي بدنا ناكل بعضنا كلياتنا. خبز عم بيجينا الله لا يرويك، نحن كل نهار بيجينا خبز يابسين. يعني كل شيء كل شيء عم كربسوا لنا الخبز فوق بعضه، كله فرد كيس بتلاقي ثلاث ربطات فوق بعضه. يعني معاناه كثيره بشكل من خبز من مي من مشافي من كل شيء. يعني اليوم عندنا حراميه الموتورات من تشرب كثافه. عندك احدى الخيارين، لا الشرطه متعامله مع الحراميه، لا عندنا فساد من اصل الشرطه، وعندك كمان الشرطه العسكريه مساري. يعني الفصائل انضرب رصاص ونطلع ونحكى ما حدا بيحكي معه. انطلع مواطن عادي او ضرب طلقه في الغلط بصير بتطبق عليه القانون وبحاسبوه. هو يكون باي موضوع المواطن مظلوم فيه. يعني يجيك اي حدا من فصيل عسكري بحلو ولو ايش ما كانت المشكله كبيره، بس على المواطن كل اعباء على المواطن عم توقع. لاني مستضعف المواطن عندنا بشكل كبير، وعندنا فساد لا يوصف بالامن وفي الاغاثه وفي البلديات. وهلا نحن عم نطلع بدنا مطالبنا، يعني حقوقنا البسيطه، قوت الشعب، الخبز، ما عم نطلب شيء كبير.